بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم العطائية، الحكمة التاسعة. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. يقول ابن عجيبة رحمه الله في إيقاظ الهمم: تنويع الشيء أي تكثيره، والأعمال هنا عبارة عن حركة الجسم، والواردات والأحوال عبارة عن حركة القلب. فالخاطر والوارد والحال محلها واحد وهو القلب، لكن ما دام القلب تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمي ما يخطر فيه خاطرا، وإن انقطعت عنه الخواطر الظلمانية سمي ما يخطر فيه واردا أو حالا. فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة بيانية، وكلاهما يتحولان، فإن دام ذلك سمي مقاما. قلت: قد تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع الأحوال الباطنة، أو تقول أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب، فإن ورد على القلب قبض ظهر على الجوارح أثره من السكون، وإن ورد على القلب بسط ظهر على الجوارح أثره من الخفة والحركة، وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره وهو ترك وإحجام أي تأخر، وهو ترك وإحجام أي تأخر، وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح أثره وهو كد وتعب، إلى غير ذلك من الأحوال وما ينشأ عنها من الأعمال. ويقول الشرنوبي رحمه الله في شرح الحكم: أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة لاختلاف الواردات التي هي أحوال القائمة بالقلب، فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف والأسرار، والأعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب لما في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير كما جاء في الصحيح رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الله توجه إليه وآثره على غيره فتقوم به الجوارح، وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال. وجاء في مذكرات في منازل الصديقين والربانيين: فنحن نلحظ أن العبادات في الإسلام كثيرة والأعمال الصالحة كثيرة، فالحديث الشريف يقول كما جاء في صحيح البخاري ومسلم: الإيمان 70 شعبة. إنك بمجرد أن تدخل في الإسلام وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ينبغي أن ينبثق عن إيمانك حوالي 70 خلقا، وكلها طاعات أو قربات. فابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت نظرنا في هذه الحكمة إلى أن الله عز وجل نوع الأعمال الصالحة ونوع التكليف لنا بأخلاق الإيمان، لأن كل خلق من هذه الأخلاق وكل عمل صالح له تأثيره الخاص على القلب، والنتيجة الوصول إلى قلب سليم كما قال تعالى في سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم
فهذه هي الحكمة من تنوع التكليفات الإلهية. والسلام عليكم.